الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا. وزارة الصحة قالت ان اعراضه عبارة عن كحة ورشح وارتفاع في درجة الحرارة، وان البروتوكول العلاجي قادر على مواجهته. حكاية المتحور الجديد ده، خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. دكتور، بداية كده، بالفعل في متحور جديد لفيروس كورونا، ولا يعني احنا مخدودين وبنقول ان في ان المتحور XBB1 ده كان موجود من قبل كده واحنا ما كناش عارفين عنه حاجة؟ حضرتك، طول ما في كورونا وطول ما في فيروسات بصرف النظر عن مسمياتها هيبقى في متحورات. صحيح. دي ظاهرة تمثل يعني خاصية للفيروسات انها بتتحور. طبعا. وانا دايما بقول لو احنا شفنا دايما فيروس الانفلونزا الموسمية هنجد ان كل سنة لما بيطلع التطعيمات بتبقى مختلفة عن السنة اللي قبليها. نعم. ليه؟ لان هذه هي خاصية من خصائص الفيروسات. نعم. يعني احنا ما نقلقش لما نسمع كل شوية ان في متحور جديد بصرف النظر عن المسميات. واحنا شفنا الثلاث سنين اللي فاتوا على مدى ازمه كورونا العالميه، وطبعا كانت موجوده في مصر، ان كل شويه بيتكلموا عن متحول جديد. نعم. وعشرات المتحورات. طبعا. احنا طبيا ووبائيا اللي يهمني المتحول الجديد ده بصرف النظر عن اسمه، درجه انتشاره ايه؟ عدد الحالات اللي بتصاب بيه قد ايه؟ نعم. ايه الاعراض بتاعته؟ في اختلاف بينها وبين الاعراض القديمه ولا لا؟ نعم. في مضاعفات بترصد ولا لا؟ استجابته للادويه اللي احنا بنستخدمها للحد من هذه الاعراض. طب احنا عايزين اجابات للتساؤلات اللي حضرتك قلتها دي. الحالي في مصر بيشهد بعض الزياده الطفيفه في اعداد المصابين، مش كتير قوي لكن موجود. وخليط اخر من الفيروسات، وده الموسم بتاعها. مع تقلبات الجو اللي احنا شايفينها، مع البرد الشديد، ثم ساعات ايام دافئه وهكذا، فمفيش قلق. نعم. لان الوضع الوبائي مرصود بدقه شديده جدا، والحمد لله زي ما انتم شايفين وحضراتكم بتساعدونا في هذا، مفيش فيه شفافيه شديده. صحيح. في الحاجه اللي موجوده بنقولها حمايه للبلد وحمايه للناس من اي مشاكل. نعم. طيب دكتور، يعني احنا بنتكلم على متحور زي ما حضرتك ذكرت، يعني بعيدا عن الاسماء، لكن ما يقال ان هو متحور من احدى سلالات اوميكرون، وهو سريع الانتشار بشكل اسرع من الاوميكرون. فعاوزين نعرف كيف يمكن الوقايه من هذا المتحور في هذا الوقت الحالي تحديدا، يعني وخصوصا ان مع يعني البرد اللي احنا او موجه البرد اللي بتمر بيها مصر حاليا بيكون في انتشار للانفلونزا الموسميه العاديه، فازاي نقدر نفرق في الوقت ده تحديدا ما بينهم، واقي نفسي ازاي؟ تمام يا فندم. التفرقه هتكون اكلينيكيه او معمليه. نعم. يعني الاطباء هم اللي بيقدروا يفرقوا بالاعراض، لكن هذه الاعراض اللي حضرتك قلتيها واللي احنا شايفينها بتتماثل تماما مع اعراض كل انواع الفيروسات التنفسيه. صحيح. عندنا عدد ضخم جدا من الفيروسات التنفسيه، معظم الاعراض بتتشابه. نعم. السؤال هو اكثر انتشارا، لو تفتكروا حضراتكم نفس فيروس كورونا كان اكثر انتشارا من الفيروسات الاخرى. نعم. والانواع الاخرى بما يعني ايه اكثر انتشارا؟ يعني مثلا لو واحد مصاب وعنده احدى هذه الفيروسات وحوالي 5-6 يستطيع ان ينقل هذا الفيروس لكم واحد وبسرعه ولا لا؟ واحنا قلنا زمان قوي لو كان فيروس الانفلونزا بينتشر لـ2-3 الفيروس كورونا كان بينتشر لـ5-6. نعم. جه متحور اوميكرون انتشر لـ7-8 وهكذا. يبقى اذا السؤال المهم اللي حضرتك قلته، احنا لازم نحترس. صحيح. لان لو واحد جاله هذا الفيروس او فيروسات اخرى يجب ان يعتكف ويقعد في البيت شويه ويلبس كمامه
وما يعتص او يكح قدام الناس حتى لا ينقل العدوى الى افراد اسرته اولا والى المخالطين له ثانيا. وطبعا طبعا احنا بنجلس نص سنه، كل سنه وحضراتكم طيبين، انما في اثناء الدراسه لو نزل طفل او طالب جامعي وهو عنده هذه الاعراض وركب الاتوبيس او المترو وراح الفصل او راح الجامعه وقعد يعطش ويكح، عدى كل المخاطين، هيعدي عدد اكبر من الناس. نعم. ستك بتسال نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اي حد يجي له هذه الاعراض التنفسيه مفروض زي ما قلت لحضرتك يقعد في البيت 3-4 ايام حتى تقل الاعراض، ويعمل اجراءات الاحترازيه البسيطه قوي اللي هي بنقول عليها اذا عطس او تكح ما يكونش في وجه الناس، يلبس كمامه. نعم. كل دي حاجات بسيطه جدا، وطبعا غسل الايدي والكلام اللي كنا بنقوله زمان هو نفسه الاجراءات الاحترازيه البدائيه يعني. وبعدين احنا في هذه الحالات احنا بنعالج الاعراض الا لو الحاله تحتاج ادويه ضد الفيروسات بنديها حتى نقلل من الاعراض التي يعاني منها المريض. هو ده سؤالي يا دكتور، هو احنا بنستخدم نفس البروتوكول اللي احنا وزاره الصحه اشارت بيه في العلاج من فيروس كورونا او البروتوكول الاخير اللي اشارت بيه، ولا في تطور في استخدام لقاح مثلا مختلف او يكون دواء مختلف لهذا الشكل من الفيروس او لهذا المتحور من الفيروس؟ لا يا فندم، الاعراض اللي احنا زي ما قلت لحضرتك العلاج بيشمل ادويه للأعراض التي يعاني منها المريض. وفي بعض الأحيان أو المجموعة من الناس اللي عندهم قابلية للمضاعفات، وإحنا قلناها دايما طبعا، في الحالة دي بنديهم أدوية الفيروسات المتاحة حاليا خصوصا في الخمس أيام الأولى حتى نقلل من أي احتمالية لمضاعفات. وإحنا بنقلق ليه؟ بنقلق عشان ما يحصلش ان الفيروس ينزل على جهاز التنفس السفلي او تحصل اصابه بكتيريه ويؤدي الى التهابات شعبيه او التهابات رئويه. هي دي اخطر حتتين موجوده في هذا الاتجاه. والتطعيمات اللي سالتك سالت عليها او اللقاحات متاحه بكل انواعها، واللي احنا بننصح دايما الناس اللي عندهم اكثر عرضه للمشاكل او المضاعفات، واحنا قلناهم كثيرا يعني، مفروض ياخدوا هذا التطعيم. نعم. لو هنتكلم على التطعيم دكتور محمد، لان تحديدا دلوقتي في عدد من اللقاحات المعدله، ايه الفرق ما بين اللقاحات المعدله واللقاحات اللي تم تناولها؟ وهل حاليا، انا هقول كشاب لان احنا بنتكلم على مجتمع قوامه بنتكلم في 60% منه شباب، هل لازم ياخدوا جرعه ثالثه ورابعه، او اللي خد الثالثه هل محتاج اللي هو ياخد رابعه ولا في غنى عنها طالما يعني ما فيش حاله انتشار او حاله جائحه زي ما كان في الماضي؟ اللقاحات المعدله هي نفس اللقاحات بتاعت كورونا، مضاف اليها نوع من الاضافه عشان متحور اوميكرون وتفرعاته او متحوراته. نعم. والوزاره هتوفر هذا، بس زي ما قلت لحضرتك مش كل الناس هتحتاج هذا التطعيم. الاولويه او الاهميه كبار السن والامراض، يعني مثلا بعض الاطفال اللي عندهم بعض الامراض هذا اللقاح متاح ليهم، بعض الناس اللي هم كبار السن اللي اكثر من 65 سنه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، في ناس عندها امراض مزمنه في الجهاز التنفسي زي حساسيه الصدر او السده الرئويه او الانسداد الشعبي الهوائي المزمن او اورام او سكر او ضغط او في بعض مشاكل اخرى. نعم. فدي الفئات اللي هي مستحب جدا ان ياخد هذا التطعيم، والوزاره هتعلن عن هذا حتى لا يحدث لهم، هو خلاص الفيروس هيجي لكن اللي هيجي له يعني، لكن احنا بنمنع المشاكل او المضاعفات عن طريق هذا التطعيم، هو بيقلل ما بيمنعش 100% لكن يقلل المضاعفات القطيرة. نعم. ونفس الشيء بتاعت أدوية الفيروسات المتاحة بتساهم جدا في تقلل المضاعفات وتقلل الاحتياج لدخول المستشفيات. نعم.
يعني اذا الوضع في مصر مستقر، لا داعي للزعر، لان الحمد لله يعني الامر او الامور على ما يرام، لكن لابد من توخي الحيطه والحذر من المصابين حتى لا ينقلوا العدوى الى يعني الاشخاص الاخرين. بنشكر حضرتك. المصابين باي نوع من الفيروسات، سواء فيروس كورونا او الانفلونزا الموسميه او الفيروس المقلاوي او عدد كثير جدا. يعني انا بشعر حضرتك الصوره المجتمعيه بتبقى باينه. نعم. يعني الناس بتبقى حاسه هل في زياده فعلا في الاصابات ولا ما فيش. الرصد القومي بيقول في زياده بسيطه لكن ليست سريعه او ليست كثيره. نعم. احنا شايفين المرضى قدامنا نفس الشيء. نعم. ويمكن حتى دلوقتي ما فيش قلق. صحيح. لكن زي ما بنقول دايما حضراتكم منصه مهمه جدا للتوعيه بالوقاية ومنع المضاعفات والحد من انتشار هذه الأمراض في المجتمع، وده دورنا وواجبنا دكتور. واحنا بنشكر حضرتك، ويمكن خير دليل على ده ان الحمد لله الوضع مستقر داخل المستشفيات، وده اللي بيأكد ان الوضع الصحي في مصر كويس. بنشكر حضرتك الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة. كل الشكر لحضرتك يا دكتور.